تنوه شركة تذكرتي بأنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة الأمم الإفريقية 2019 وذلك بعد شرائها إلى مشجع آخر بأي حال من الأحوال، علما بأنه إذا تم تحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعني فسوف يتعرض للمساءلة القانونية، وذلك حرصا على التصدي لجميع محاولات السوق السوداء والنهوض بمنظومة الرياضية.